مدرسة سناء حمام أثرت فيها كثير، شخصيتها، الكاركتر تبعها، طريقة تدريسها، المعلومات اللي أعطتني إياها كانت جدا رائعة، كانت مثال للقدوة الحسنة. مش بس إنه نكتفي بالتحصيل الدراسي العادي، وصلونا لمراحل عالية من العلم. ما عنديش المسافة هذه أنا، هذه المسافة. المسافة بين هين لهين، هي هذه هي طبعاً المسافة من العمود للعمود. طب نجرب نحسبها؟ بتحسبها؟ أعطيني متر والله إذا ممكن. بشتغل كمهندسة معمارية في مجال الديكور والهندسة المعمارية. تمام، خلينا نشوف بالطول. صممت فيلل، بيوت، وبالإضافة للتصميم الداخلي لهاي البيوت والفيلل والمحلات التجارية. ارجع للعمود خالص. شعوري ما تتصبروش، اني انا عرفت طالبة تخرجت وصارت اشي كبير، احتلت مركز كبير في المجتمع. بتذكر كانها قدامي تماما، كانت طالبة ممتازة ذكية. ايش الحل لها؟ انه عادي الباب يفتح لجوه بكل بساطة. يعني كنت اتوسم فيها انسانة حتكون ناجحة في المجتمع. بشجع كل انسان، انسانة فلسطينية عندها امكانياتها قادرة انها تخوض اي مجال، انا بشجعها. ست سناء حمام لن انساكي ابدا. بشتغل في عيادتي الخاصة في بيت لحم، واستاذ مساعد في كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية. حالياً أنا رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين منذ 3 سنوات ولغاية الآن. من يقول لنا إلى كم قسم تقسم الجملة في اللغة العربية؟ مدرسة الوكالة هي الأساس في كل حياتي، من مدرسة ذكور مخيم الدهيشة. الجملة جاية قصير. تطلع. ممتاز. الأستاذ يوسف عدوي كان من الأساتذة المميزين جدا، اللي ظلوا فعلا في ذاكرتي، اللي شجعوني على العلم والتعليم ومتابعة العلم. يا رب، ما الفعل الأمر؟ إذا بأجد في طلاب عندهم ميول أو رغبات أو مواهب أن يصيروا في المستقبل إشي كبير وإشي عظيم، بأبذل كل جهدي وقصارى جهدي حتى إني أجعل من هذا الطفل مستقبلاً يكون إشي في المجتمع. الأستاذ يوسف عدوي، الأستاذ كان بحبنا، حنون علينا، اعتبرنا زي ولاده، علم أبوي، علم أخوي، علم كل عمامي، درس جيل بعد جيل. لاحظوا سمور قال فر صحيح ومضاعف، سبقوا له سمور. حتى خلال الفترة يعني وإحنا طلاب صغار في المدارس كان دائما بيشجعنا على قراءة المقالات، كان بيشجعنا على قراءة الكتب والثقافة العامة. هيثم درست في الصف السابع في سنة 1991. كان هيثم عنده طموح المقالات العلمية، أنا بدرس لغة عربية، فكنت ألاحظ أنه بيهتم في المقالات العلمية، خاصة المقالات اللي تتحدث عن الطب وعن جسم الإنسان، فصرت أنا أشجعه يعمل مقالات وكتابات ويعود للمكتبة ويقرأ الكتب العلمية وأتناقش أنا وهيثم بهذه الكتب. طبعاً هذا الحكي بالإضافة لتشجيعه الخاص إلنا ولرفع مستوانا، اللي أعطانا حافز لدائماً روح المنافسة والتميز، لحتى الواحد الحمد لله وصلنا لهي المرحلة في حياتنا العملية. فوقفت مع هيثم وتنبأت لأنه يكون طبيب مشهور في المستقبل. الأستاذ العزيز يوسف عدوي، لن أنساك أبداً.